بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم لقاء القمة النهاردة تغطية خاصة جدا من قناة النادي الأهلي، القمة 114، ليلة القمة وحمى القمة. النهاردة ديربي فيفر، النهاردة الكل يتحدث، كله بيتكلم عن الأهلي والزمالك، أقوى لقاء في الشرق الأوسط، في مصر، وفي أيضا في إفريقيا، لقاء كبير جدا عبر التاريخ، وهو من يصنع النجوم. في البداية برحب طبعا بضيوفي الكبار، الأستاذ أحمد فاروق الناقد الرياضي. أهلا بك سيدي. أهلا بك كابتن محمد، وسعيد أن أنا موجود معاك، ووحشني على الهواء طبعا يعني. جدا جدا جدا. أيضا محلل الأداء الأستاذ أحمد ثابت، أهلا بك ونورنا. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأول مرة أكون معاك، إحنا بقالنا فترة في القناة. شرف لي. النهاردة نتكلم مع حضراتكم لقاء خاص، قمة خاصة جدا، القمة 114 للدوري العام. النادي الأهلي هو من سيطر على البطولة، وهو البطل الرسمي لبطولة الدوري العام، ولكن ماتش الأهلي والزمالك حاجة تانية. عبر التاريخ منذ بداية كرة القدم في مصر، ماتش الأهلي والزمالك حاجة تانية، تلاقي أجواءه أجواء تانية، ملهاش علاقة مين اللي متصدر الدوري، مين وضعه إيه، ولكن هو بطولة خاصة ما بين اللعيبة، ما بين المدربين، وأيضا ما بين الجماهير. أكيد أستاذ أحمد، اللقاء له أهمية خاصة جدا بالنسبة للجماهير وبالنسبة للمدربين كمان. هي بطولة داخل بطولة، مهما كانت نتائج الدوري حتى لو محسوم زي الحالة اللي احنا بنعيشها دي، هي دايما بطولة خاصة. البطل بيحاول يأكد جدارته بالفوز على خصمه المباشر، سواء كان الأهلي أو الزمالك، يعتبر الأهلي هو البطل في السيزون ده، بيحاول يأكد قدام جمهوره وقدام كل المتابعين إن هو بطل بجدارة بالتفوق على منافسه المباشر. بالنسبة للزمالك هو طبعا بيعيش حالة إحباط إلى حد ما، فبالتالي المباراة بالنسبة له هي بطولة خاصة، حتى لو فقد البطولة وكمان فقد المركز الثاني في السيزون ده اللي راح للمقصة، فبيحاول يقدم لجمهوره زي ما نقول كادو كده، ترفع معنوياتهم شوية قبل المنافسات اللي جاية، زي بطولة العربية، زي بطولة الكاس. كمان في نقطة مهمة جدا هتزيد من إثارة المباراة، وهي أن الأهلي لغاية دلوقتي فاضل له مباراة واحدة ولم يتلقى أي هزيمة، فبالتالي بطولة خاصة للزمالك أن هو يفسد على الأهلي مش بس تتويجه، يفسد عليه كمان رقم مميز جدا هيخرج بيه من السيزون. فأعتقد في عوامل كتير، رغم التفوق الظاهري للأهلي المعنوي، لكن في عوامل كتير هتخلي المباراة مثيرة جدا وتزيد من تكافؤها. طيب أستاذ أحمد، أذهب إليك وأسألك، البعض بيوصل في وسائل الإعلام أن القمة منتهية، النادي الأهلي أفضل بكتير، وأن الأمور شبه مؤكدة لفوز النادي الأهلي، ولكن في كرة القدم ودائما في لقاءات القمة بيبقى في متغيرات، شايف دخول واستعدادات الناديين لهذا اللقاء إزاي؟ شايف أولا مباراة القمة طبعا بتختلف عن كل المباريات، سواء يعني حتى لو حالة النادي الأهلي يعني فاي، النادي الأهلي طبعا كسب، حصل على الدوري بلا هزيمة، لكن طبعا مباراة القمة زي ما أستاذ أحمد قال هي يعني بطولة خاصة. يعني انا شايف الاستعدادات، يعني النادي الاهلي طبعا يعني في تركيز شديد جدا، كابتن حسام البدري عايز ان هو يحصل على الدوري، عنده هدف كبير جدا ان هو عايز ياخد الدوري بلا هزيمه، يمكن ده الهدف الاكبر عند كابتن حسام والهدف الاكبر عند النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي كمان يعني مش عايز يكسب بس، هو عايز برده يسعد جماهيره بفوز، يعني نقدر نقول فوز كبير كمان، دي برده من ضمن الحاجات. اما الناحيه الثانيه نادي الزمالك، يعني انا شايفه موسم كارثي النادي الزمالك في بكل الارقام، اول مره يمكن ياخد الثالث على الدوري من فتره طويله جدا، خارج من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، فانا شايف ان هو يعني موسم كارثي، فهو بيحاول ينقذ، يعني المباراه دي هتكون طوق النجاه لموسم الزمالك ان هو يكسب الاهلي طبعا، ان هو طبعا غير كده ان ايناسيو مش هيتغير، يعني احنا النهارده لو يعني اتوقع لو الاهلي كسب الزمالك ايناسيو ممكن يتغير، طبعا نادي الزمالك برضه هيدخل في نفس الدوامه، فطبعا الفوز بتاع النادي الاهلي، يعني لو نادي الزمالك كسب النهارده اعتقد ان هو هيبقى انقاذ للموسم الكارثي بتاع نادي الزمالك. طيب انا برضو هتكلم مع حضراتكم قبل ما نبتدي نستفيد في الاحصائيات، ايضا اخر استعدادات النادي الاهلي، كنا قلنا لحضراتكم جاهزيه كل اللعيبه، حسام عاشور ما شاء الله تعافى، صالح جمعه ايضا متعافي، والنادي الاهلي داخل فول تيم هذا اللقاء، باستثناء اللعيبه اللي مصابه منذ فتره، وهم احمد حمودي وحسين السيد، و استبعادهم كان للإصابة. أعتقد أن النادي الأهلي عنده من الحلول اللي يقدر يستخدمها داخل المباراة أستاذ أحمد، عنده من الأدوات ومن العمق في التشكيلة اللي ممكن كابتن حسام البدري يقدر يواجه فريق مع قيادة برتغالية مش هتبقى سهل عليه في هذا اللقاء. بالتأكيد، ودايما تعرف قيمة التشكيل وقيمة الخيارات المميزة المتاحة من حيرة الجماهير قبل المباراة المهمة، حيرة الجماهير والنقاد
لما نقول ان عبد الله السعيد هو العنصر الاساسي المهم جدا في تشكيله الاهلي، لكن مع الفورمه اللي وصل لها صالح جمعه والتالق في المباريات الاخيره ابتدينا نشوف جدل ما بين الجماهير، البعض بيقول لا نلعب بصالح، البعض بيقول لا الاستقرار افضل عبد الله السعيد، حتى على صعيد الاجنحه ناس كتير جدا بتقول تستفيد من خبره وليد سليمان، البعض بيقول لا عشان حفاظا على استقرار التشكيله جونيور اجاي يبقى موجود، الخيارات دي بعض بيقول ممكن تحط جونيور اجاي في الهجوم وعمرو جمال يبقى بديل، خلاف تاني ان عمرو جمال لا وصل لفورمه كويسه مؤخرا واستعاد ثقته وعمل ارقام مميزه في اخر 3 4 مباريات، فالحيره دي بتاكد لك ان في اريحيه في اختيار التشكيل بالنسبه للكابتن حسام البدري، على النقيض يمكن شويه من الزمالك، وان كانت دوافع عند الزمالك زي ما قلنا هتبقى دوافع معنويه ونفسيه اكتر منها فنيه، يعني لو قارنا فنيا هنلاقي في افضليه طبعا واضحه للنادي الاهلي، لكن حسابات القمه ويمكن نرجع برضو لرقم تاريخي يدعم النقطه اللي احنا قلناها دي وممكن اتكلمنا عنه قبل كده، وهي ان مباريات الدور الثاني دايما فيها نديه اكتر من مباريات الدور الاول، يعني في الدور الاول الاهلي فاز 21 مره مقابل 8 مرات بس للزمالك، في الدور الثاني الاهلي فاز 18 والزمالك 17، رغم ان تاريخيا الاهلي بيتفوق في الدوري، ده مش شيء سر، مش شيء غريب، في معظم الاحيان الاهلي هو المتفوق وهو البطل وبيحسم المسابقه قبلها بثلاث اربع خمس اسابيع، لكن دايما دوافع الزمالك بتكون مش بس حتى لو فقد الامل في البطوله، وبالنسبه للاهلي نفس الامر، حتى لما كان الزمالك يتفوق كانت مباراه القمه بالنسبه للاهلي تحدي خاص، وشفنا لما الزمالك تفوق وكسب بطوله الدوري الاهلي ما خسرش منه رايح جاي لان كان عنده الدافع رغم التفوق الفني للزمالك على مدار الموسم، لكن الاهلي كان عنده الدافع اثناء اللقاء ان هي بطوله خاصه وانا ما اخسرش حتى لو خسرت البطوله، فانا اعتقد ان الخيارات الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للكابتن حسام البدري افضل بعض الشيء، لكن اعتقد طبعا الدوافع عند الزمالك موجوده جدا يعني. طيب احمد هذهب اليك بقى الناحيه الثانيه، ماذا عن ايناسيو مدرب برتغالي المدرسه البرتغاليه واقعيه في طريقه اللعب، ما بيخطروش كتير في خاصه في لقاءات الديربي، هيبقى متحفظ بعض الشيء، شايف ممكن يلعب لقاء اليوم ازاي؟ شايف طبعا ان هو هيتجه شويه للتامين الدفاعي، يعني هيلعب بثلاثه ارتكاز ده الاقرب، يعني معروف يوسف طبعا ثلاثه ارتكاز وسط الملعب معروف يوسف، طبعا عوده طارق حامد فرقت جامد جدا، الغياب طارق حامد في المباراتين اللي هم اللي فاتوا بتاع في دوري ابطال افريقيا مع اهلي طرابلس وكابس يونايتد، اعتقد ان غياب طارق حامد يعني كشف دفاعات الزمالك والعمق الدفاعي اللي كان، يعني كان دايما العمق الدفاعي في مشاكل في نادي الزمالك، طارق حامد كان نوعا ما بيقلل المشاكل دي، لكن لما غاب بدات تظهر، اعتقد عوده طارق حامد يعني هتقلل نوعا ما من المشاكل، فاعتقد انه هيبدا بيه وربما كمان يبدا بابراهيم صلاح جنبه كنوع من التامين الدفاعي برضو اكتر، يعني انت لما تبص على التشكيل لو لقيت دونجا هتحس ان هو بدا ان هو يغامر، حاطط لاعب كرييتور مثلا عايز يبني الهجمه عايز يوزع تمرير طولي اكتر، عكس لما تحط ابراهيم صلاح هيبقى عايز يامن جنب طارق حامد طبعا مع النجم الزمالك الاول في الفتره الاخيره هو معروف يوسف، فانا اعتقد ان انيسيو هيفكر ان هو يعمل تامين دفاعي ويلعب على التمرير الطولي اللي هو دايما بيعتمد عليه، ان انا بحضر من تحت سواء احمد توفيق مثلا اللي كان بينزل او معروف يوسف ويعمل التمرير الطولي في ظهر ظهيري الجنب في النادي الاهلي لستانلي اللي هو بيقطع دايما تمرير قطري، دي دايما اللعبه دايما اللي ايناسيو بيعملها، ان معروف يوسف بيعمل التمرير الطولي لستانلي او شيكابالا على الاجناب، دي اعتقد ان اللعبه دي يعني اتوقع هتتلعب كتير جدا وان ايناسيو هيلعب عليها النهارده، خاصه كمان ان هو هيلعب على التامين الدفاعي. في نقطه مهمه جدا النهارده ان النادي الاهلي برضو لازم النهارده يلعب على الهدف المبكر. طيب احنا بس مع حضراتكم اخر كواليس استعدادات طبعا معسكر النادي الاهلي في فندق الاقامه ببرج العرب بالاسكندريه، وشايفين حضراتكم لعيبه النادي الاهلي وهم في ريسبشن للفندق ويعني بيتحاوروا مع بعض بذهبين الى الافطار، ذاهبين بعد كده هيتجهوا الى ملعب المباراه، دي الحاجات دي مش هتشوفوها الا على قناه النادي الاهلي، كمل كلامك. ايناسيو طبعا هيبقى مش عايز يستقبل هدف مبكر، النادي الاهلي النهارده لو احرز هدف مبكر اعتقد ان هتبقى في نتيجه كبيره، هتفرق جامد جدا، اول ربع ساعه لو النادي الاهلي احرز هدف هتبقى نتيجه كبيره جدا للنادي الاهلي، ده توقعاتي يعني، فايناسيو هيعتمد على التامين الدفاعي خاصه ان هو يحاول يطلع الشوط الاول 0-0 او يعتمد ان هو يخلص مثلا بتمرير طول لستانلي ويحاول بقى الشوط الثاني يخطف المباراه، ده اعتقد فكر ايناسيو مدرب الزمالك قدام الاهلي النهارده. طيب. الناحيه الثانيه كابتن حسام البدري برده عنده رقم كده مميز ان هو ما خسرش ولا مباراه كمدرب قدام نادي الزمالك، يمكن هو لعب 7 مباريات فاز في 3 وتعادل في 4، يمكن في الولايه الاولى ليه قابل الكابتن حسام حسن 3 مرات، في المباراه الاولى انتهت 0-0 اللي كانت في الدور الاول، في الدور الثاني 3-3 التعادل، قابل الاهلي برضو قابل الزمالك مع كابتن حسام في دور ال 16 كانت 3-1 اللي هي تسديده شريف عبد الفضيل وابو تريكه ومحمد فضل، في الولايه الثانيه في الكاس في دور ال 16 وكان سجل للزمالك حسين ياسر المحمدي، في الولايه الثانيه الكابتن حسام في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا كان كسب كان قدام حسن كابتن حسن شحاته طبعا كسب 1-0،
وبعد كده قابل قدام جورفان فييرا، يمكن ده الولايه اللي هو بس يعني عايز اوري المشاهدين ان وجود النادي الاهلي في اي مكان بيخلق حاله. انتوا طبعا شايفين المتفرجين والزوار او رواد الفندق لما بيشوفوا النادي الاهلي بتبقى حاله. النادي الاهلي لما بيذهب لاي مكان مش بس في مصر، في اي دوله افريقيه واي دوله عربيه بيبقى في حاله، بتتخلق حاله كده ان كل اللي موجودين بيبقوا طبعا في حاله انبساط. قيمه كبيره جدا النادي الاهلي وهو نادي القرن والافضل افريقيا وعربيا. فالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده وضع طبيعي جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ما بيشتتش التركيز، ده حاجه عاديه جدا، كلهم نجوم كبار ومتعودين وبالتاكيد بيلبوا رغبات المعجبين ومحبي النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الاكبر شعبيه في العالم. تمام. طبعا جورفان فييرا كان المباراه دي 1-1 على فكره. هو كابتن حسام البدري في السبع مباريات اللي فاتوا ما قابلش ولا مدرب اجنبي لنادي الزمالك الا جورفان فييرا. النهارده رقم 2 اللي هو اناسيو، لكن باقي المدربين مصريين. في الولايه الثانيه الثالثه اللي هو كابتن حسام طبعا في الدور الاول الاهلي كسب الزمالك 2-0 بهدفين مؤمن زكريا وجونيور اجاي، وفي السوبر طبعا 0-0 بيحسب كتعادل لان اللي انتهى بركلات الترجيح. طبعا كابتن حسام البدري النهارده ممكن يوصل للرقم 8 بلا هزيمه امام الزمالك، دي نقطه مهمه جدا. في نقطه برضو مهمه ثانيه جدا للنادي الاهلي بيلعب عليها النهارده وتهم جماهير النادي الاهلي وتهمنا جميعا طبعا كاهلاويه، هي ان النادي الاهلي النهارده لو كسب او اتعادل هيبقى انهى الدوري للمره السابعه في تاريخه بدون هزيمه. نعم. ودي ما حصلتش غير 6 مرات قبل كده. النهارده لو ان شاء الله حصلت هتبقى المره السابعه في تاريخ النادي الاهلي، ده برضو رقم النهارده كابتن حسام. ادي عماد العمده طبعا واحد من كبار هدافي القمه طبعا. بالتاكيد هو من الهدافين الحاليين لمباريات القمه حاليا هو عماد متعب 10 نعم. اهداف والثاني مؤمن زكريا 4 وباسم مرسي 4. نعم. يمكن دول الهدافين. طيب اروح ليك احمد فاروق دلوقتي، هنبتدي نستعرض مع مشاهدينا طريقه لعب النادي الاهلي. من المتوقع انه هيبدا ب سعد سمير في كقلب دفاع وجنبه رامي ربيعه واحمد فتحي ومعلول، وده في الخط الدفاع. ممكن في خط الوسط هيبقى السوليه وحسام عاشور، وفي الامام في بعض الاقاويل زي ما انت قلت ممكن يبتدي اكيد هيبقى في مؤمن زكريا، عبد الله السعيد دول شبه مؤكد، وممكن اجاييه وعمرو جمال في الهجوم. ده نفس تشكيل القطن الكاميروني. من الوارد برضو كما انت قلت ان يبتدي باجاييه ويحط وليد سليمان على طرف من الاطراف، وده كل شيء في حسابات الكابتن حسام البدري. لكن انا رايح اقابل فريق عنده دوافع شرس الى حد كبير، لان هو بالنسبه له هو ده البطوله السنه دي بالنسبه لي، بالنسبه لجماهيري، خاصه النادي الزمالك لم يفز على النادي الاهلي في الدوري منذ موسم 2006 2007، فبالنسبه له هيبقى شرس ومقاتل. شايف كابتن حسام البدري ممكن يدير المباراه بانهي طريقه؟ هو كابتن حسام البدري عنده تحدي رئيسي وهو قلب الدفاع، اللي يمكن بحكم ظروف مختلفه ما كانش سعد وربيعه ما لعبوش مع بعض عدد مباريات كبير، فطبعا حجازي كان هو العنصر الاساسي في فتره كبيره جدا. سعد وربيع لعبوا مع بعض 5 مباريات بس، 5 مباريات بالاضافه لمباراه شارك فيها ربيع احتياطي بعد ما اتصاب حجازي لعب حوالي 61 دقيقه. مع بتروجيت لعبوا مع بعض 61 دقيقه وفاز الاهلي 2-0، مع القطن لعبوا مع بعض وفاز الاهلي 2-0 برضه هناك في بره ملعبه. الانتاج 1-1 والشرقيه 1-1 والمقصه 2-2 واخر مباراه وادي دجله في الكاس 4-1. فرغم ال 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 العدد المباريات القليل، لكن في شيء مبشر ان هو رامي ربيعه لعب اخر 9 مباريات محليه متتاليه بحكم غياب حجازي الاضطرار للاصابه، فده يمكن رب ضاره نافعه. يعني الاقدار شاءت ان هو ما كانش حد يعرف وقتها ان حجازي هيمشي، لكن ربما دي كانت نقطه كويسه عشان ربيعه يدخل في الاجواء بشكل كويس جدا. في نقطه مهمه جدا وهي ان الدعم الهجومي للظهرين في الاهلي افضل بكتير جدا من الزمالك، والزمالك عنده مشكله كبيره في الظهرين خصوصا في الطرف اليمين. يمكن حسني فتحي لما لعب كان في ثغره واضحه جدا، وشفنا في مباراه اتحاد العاصمه هدف اتحاد العاصمه جه بشكل من كره طوليه في الجبهه اليمنى، حتى لما لعب شوقي السعيد. ادي الكابتن حسام البدري باين عليه علامات التركيز وباين عليه علامات الثقه، ثقه والتركيز لقاء مهم جدا، والله يكون في عون مدرب النادي الاهلي لما بيبقى مصري في لقاءات القمه. طبعا اللود بيكون عليه اكبر كتير جدا من المدرب الاجنبي. شفنا في مباراه كابس يونايتد برضو كره طوليه من ناحيه اليمين، شفنا في مباراه الاهلي طرابلس، فدايما الزمالك عنده مشكله كبيره ناحيه اليمين، وحتى ما فيش استقرار حتى على العنصر الاساسي اللي لعب في التشكيله، وشفنا اضطر ان هو يرجع حازم امام بعد ما راح الاتحاد بسبب المشكله دي. فاعتقد ان خيار الجبهه اليسرى مهم جدا جدا لكابتن حسام البدري. لو شفنا الدعم الهجومي للظهير طبعا ده سلام لعيبه نادي الاهلي كابتن سمير عدلي واحد من قيادات الكبيره جدا في الاداره المصريه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، وايضا معاه الاستاذ وليد مهدي مدير اداره المباريات، وده بالتاكيد روح النادي الاهلي كاسره واحده بتفرق كتير جدا، وخاصه احترام الكبير.
ظاهرين الاهلي شاركوا بشكل مباشر في 16 هدف، احمد فتحي جول و8 اسيست، ده رقم مميز جدا من الناحيه الهجوميه لاحمد فتحي السيزون ده، واعتقد من الارقام اللي ما تمش التركيز عليها بالشكل اللي تستحقه، ان عندك ظهيري ايمن زي احمد فتحي قيمته الاساسيه في امكانياته الدفاعيه مش الهجوميه. طيب علي مؤمن زكريا كان ظاهر في الكادر، وادي عمرو جمال طبعا ابتدت الحوارات والناس تبتدي تتكلم معاه، انت فوقت وادي صالح جمعه ولابس كاب وحوار جميل ما بينه وما بين كابتن سمير عدي ووليد مهدي، الكلام ده كله بيفرق مع نفسيه اللعيبه، بيخرجهم من الضغط النفسي. لكن احنا عندنا تقرير عن النجم مؤمن زكريا الجناح الهداف، نطلع نشوف ونرجع ونكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار. حفر مؤمن زكريا اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مباريات القمة منذ عودته لصفوف الأهلي في يناير 2015، حيث بات أحد أهم لاعبي الأحمر في مباريات القطبين الأخيرة. خطف زكريا الأنظار في آخر مباريات القمة بعد أن تمكن من تسجيل 4 أهداف في 8 مباريات خاضهما بقميص الأحمر أمام الزمالك منذ عودته. وهز مؤمن شباك الزمالك للمرة الأولى في 21 من يوليو من عام 2015، حيث سجل هدفين في مرمى أحمد الشناوي بالمباراة التي جمعت القطبين ضمن فعاليات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفي مؤمن. مؤمن داخل، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يخرب عقلك، يخرب عقلك للصبح يا ابني. وعاد مؤمن ليهز شباك الزمالك في مباراة السوبر المحلي التي جمعتهما في 15 من أكتوبر، وانتهت بفوز الأحمر ب3 أهداف لهدفين. البديل مؤمن زكريا. ويعود آخر هدف لمؤمن في مرمى الزمالك في مباراة الدوري الأول من هذا الموسم، والتي انتهت بفوز الأحمر ب2. ولا يخسر الأهلي عندما يهز مؤمن شباك الزمالك، ويأمل المهاجم الشاب في مواصلة تألقه على أبناء القلعة البيضاء في لقاء القمة المقبل. حوار مهم جدا عن مؤمن زكريا، مؤمن بتاع الاهلي بتاع اجوان، عندنا مؤمن بتاع اجوان جناح مهم جدا ومن اخطر الاجنحه اللي بيلعبوا على الاطراف في مصر، لانه دايما بيجري في ظهر الديفنس وبيعرف ياخد مكان يجيب بيه جون، وده اهم مميزات الجناح او لاعب الاطراف اللي بيلعب في الوقت الحديث، انه لازم يكون بيجيب اجوان. هنتكلم مع ضيوفنا الكرام حول احصاءات ومقارنات ما بين اللاعبين داخل الفريقين. كنا هنبتدي نتكلم على مؤمن زكريا احمد و استنى. طبعا مؤمن زكريا في الاول طبعا هو غاوي ماتشات الزمالك، هو بيعمل دايما مشاكل لنادي الزمالك، يعني جايب 4 أهداف مميز قوي في مشاكل فنيه، مشاكل فنيه فنيه وفنيه مشاكل يعني هو طبعا مميز في تحركاته بدون كوره قوي في القطعه القريبه، بيساعد دايما المهاجم حتى في مباراه الدور الاول لما شفنا لما قطع القريبه مروان محسن وهو اتحرك على البعيده وحطها، اعتقد مؤمن مميز جدا خاصه في كمان في قدراته الدفاعيه. لو شفنا المقارنه ما بينه وما بين ستانلي، ده على مدار الموسم في افريقيا في الدوري في الكاس في كل حاجه، مؤمن زكريا لعب 38 مباراه، ستانلي لعب 34 مباراه، عدد الدقائق ستانلي لعب اكتر 2338، لكن مؤمن لعب 2266. طبعا بالنسبه لاحراز الاهداف، مؤمن زكريا جاب 12 هدف وصنع 4 على مدار الموسم، ستانلي جاب 10 اهداف وصنع هدف. طبعا كمراوغات ناجحه ستانلي اعلى، يعني هو مهاريا اعلى منه، جايب عامل 60 مراوغه ناجحه، طبعا اعلى من مؤمن زكريا، مؤمن زكريا 26 بس. في المحاولات على المرمى مؤمن زكريا عامل 56 محاوله. معلش يا ابو حميد، انا يعني هضطر ان انا اتدخل معاك في حاجه. النادي الاهلي تيم جيم جماعي، ايوه تيم جيم. جماعي، اي ما هو تيم جيم، طبعا تيم هنا نتكلم على الجماعيه، يعني برضو نادي الزمالك بيعتمد على الفرديات، الفرديه اكتر طبعا، فعشان كده استانلي هو سريع فبيحب يرمي لنفسه كتير، وفي اوقات كتير جدا
ممكن تلاقيه بيعمل بيعمل مراوغه، بس الفايده ايه؟ بس ستانلي مميز، هو ده تم توظيفه غلط في الزمالك بامانه، ما استفادوش بيه. وخاصه كان مهاجم متحرك ممكن يتحرك على الاطراف، كان انت بتلعبه جناح فانت مش مستفيد بيه، خاصه كمان في القدرات الدفاعيه في رقم مميز جدا لمؤمن زكريا ان هو قطع الكوره على مدار الموسم 80 مره، فده رقم كبير جدا بالنسبه لجناح، وده دايما عشان كده كابتن حسام البدري بيعشق مؤمن زكريا، نتيجه ان هو دايما تلاقيه دايما في منطقه الجزاء، يعني شفنا مثلا في مباراه الوداد المغربي هناك نزل دايما لمنطقه الجزاء وقطع كوره، برضه المباراه الوداد المغربي اللي هنا مؤمن دايما عنده القدرات الدفاعيه. طبعا لو اتكلمنا كمان على صناعه الفرص لزملائه كناحيه الجماعيه اللي حضرتك اتكلمت عليها، مؤمن زكريا صنع 26 فرصه لكن ستانلي صنع 14 بس، فدي برضو نقطة مهمة جدا الجماعية عند النادي الأهلي طبعا عكس الفردية الموجودة دايما عند نادي الزمالك. نادي الزمالك. طب أحمد، الحالة اللي بيخلقها الكابتن حسام البدري ومن سبقوه داخل النادي الأهلي إن دايما ظاهري الأطراف أو الأطراف اللي في الأمام بيحموا الباكات بتوعهم، وزي ما طبعا أحمد ثابت قال إن مؤمن زكريا بيغطي، ولكن برضو تلاقي نفس الكلام دوت في وليد سليمان، بتلاقي نفس الكلام ده في أي لاعب، حتى احمد حمودي الفتره الصغيره اللي لعب فيها في القط كان بيرجع يغطي على احمد فتحي. ده طريقه اداء النادي الاهلي، الكل بيدافع كتله واحده والكل بيهاجم كتله واحده. شايف الفوارق اللي ما بين مؤمن وستانلي ازاي؟ الفوارق اهم فارق زي ما قلنا اللي هو الاداء الدفاعي. كمان مؤمن انا متفق مع احمد جدا لما قال ان ستانلي ما توظفش بالشكل السليم. مؤمن بيتحرك بشكل مميز جدا، هو واحد من افضل اللاعبين في الكره المصريه اللي بياخدوا مكان كويس جدا قدام المرمى، ودي يمكن نقطه ما بتاخدش حقها وما بتاخدش قيمتها عندنا شويه في الكره المصريه، يعني فكره الاداء التكتيكي للاعب، البعض بينظر اللاعب بيرقص ازاي وبيتحرك ازاي وبيشوت ازاي، لكن فكره ان لعيب يتحرك بشكل مزعج ويتواجد دايما في الوقت، يعني انا كان هبسطها لك، الكل بيبص على اللعيب وهو معاه الكوره، ما بيبصش على اللعيب اللي بيتحرك من غير كوره. صح جدا. صح جدا، وعشان كده مؤمن مظلوم شويه في اعلاميا وجماهيريا، مش هقول جماهيريا في حب الجماهير لان جماهير الاهلي طبعا بتعشقه، لكن جماهيريا في بعض الفترات كان مؤمن البعض بيعيب شويه على كابتن حسام البدري ان هو بيديله فرص كبيره وكانوا بيطالبوا بلعيبه ثانيه، ويمكن كابتن حسام البدري ده من رهاناته الناجحه، يعني من الرهانات الناجحه بتاعته في السيزون ده مؤمن زكريا، لان مؤمن ارقامه، مؤمن هو هداف الفريقين، هو سجل 12 هدف، هو اعلى هداف الفريقين سواء اهلي او زمالك في السيزون الحالي، وصنع كمان خمسه. نرجع لنقطه الظاهرين ونقطه قيمه الاداء الدفاعي للجناحين في الاهلي. ظاهرين الاهلي شاركوا بشكل مباشر في 16 هدف، احمد فتحي جول و8 اسيست، علي معلول جول و6 اسيست. نعم، يعني طريقه لعب النادي الاهلي بتقال عليها دايركت فوتبول، ان ظاهري الاجناب بيضربوا الديفنس بتاع الخصم دايما بيتقدموا، وبعدين برضو عندك فراوده بتلعب بدماغها كويس قوي، فالعب كروسات زي ما انت عايز. هنلاقي الفوارق شاسعه على ان ظاهرين الزمالك سواء اللي نتوقع انهم يلعبوا حسني فتحي ومحمد نصف او حتى وسام ابراهيم لما كان بيلعب والصاعد والفتوح، بنتكلم ان 16 مقابل 5، 16 مشاركه مباشره في الاهداف مقابل 5، حسني اعتقد هدف واثنين اسيست، واثنين اسيست بس لناصف ما جابش ولا هدف، فاحنا بنتكلم عن فوارق مهمه جدا جدا في الدعم الهجومي للظاهرين، وفوارق مهمه جدا في التغطيه الدفاعيه، ودي المشكله اللي اتكلمنا عنها. ده ابي قدام حضراتكم نفس الكلام اللي انت بتتكلم عليه يا احمد، الهدف الاول ليه مؤمن زكريا، وبيلخص كل كلامنا، بيتكلم على تحرك ازاي تحرك، بس الاول نشوف الباك الظهير بتاع النادي الاهلي حسين السيد ضرب الديفنس ازاي في الحته الفاضيه، ومؤمن دخل قطع داخل طبعا سبق محمد ناصف، تحرك مروان على القائم بالظبط، وهو ده الطبيعي ده الطبيعي، الفرد اللي بياخد القريبه والتاني خد البعيده، مؤمن كانه راس حرب. ده الهدف الاول من الجبهه اليمنى، نعم. هنشوف الهدف الثاني، وهنشوف الهدف اتحاد العاصمه اللي من الكره الطوليه، وهنشوف الهدف بتاع الهلال الاهلي طرابلس من الكره الطوليه، وهنشوف الهدف بتاع كابس يونايتد هناك في ماتش 3-1 من دربكه برضه في الناحيه اليمين. الزمالك عنده ازمه كبيره جدا جدا في الناحيه اليمين، واعتقد النهارده لو استغلت بشكل كويس من كابتن حسام البدري اعتقد هتعمل يعني هتخلق ازمات كبيره جدا للزمالك. نقطه الظاهرين كمان، النقطه اللي بنتكلم عنها دي من احد اسبابها الرئيسيه هو ان شيكابالا مش بيقدر يقدم الدعم الكافي دفاعيا بسبب ازمه اللياقه. شيكابالا ارقامه مميزه جدا هجوميا، يعني شيكابالا واحد من اهم مصادر خطوره الزمالك هجوميا، وعامل موسم كويس جدا على الصعيد الرقمي، 5 اهداف و12 اسيست، اعلى لعيب عامل اسيست في الفريقين، صنع 28 فرصه تسجيل في الدوري بس، وعمل 65 مراوغه ناجحه، سدد 49 مره على المرمى بنسبه 47%، ودي نسبه نجاح 47%، ودي نسبه كويسه جدا، انك ما يقرب من نص تسديداتك ما بين القائمين والعرضه ده رقم مميز جدا. لكن
بحكم اللياقه ما بيقدرش يؤدي الدور الدفاعي بالشكل المطلوب، وده اللي بيعمل ازمه كبيره جدا في الباك لنادي الزمالك، واعتقد انها يقدر كابتن حسام بدر النهارده يستغلها بشكل كبير. احمد برضو انت كان ليك كلام عن شيكابالا وعبد الله السعيد، انت شايف ان شيكابالا هو صانع لعب نادي الزمالك، وعبد الله السعيد بالتاكيد هو صانع لعب في النادي الاهلي ويمكن من افضل صناع اللعب في الكره. انا شايف شيكابالا كمان ميزه وعيب. شيكابالا وجوده مسته في العرضيات، دقه عرضياته حلوه جدا يعني عاليه جدا، يعني حوالي 47% نسبه عاليه بالنسبه للدوري المصري، برضو حته المحاولات دايما بتستخدمه في الكرات الثابته، لكن على الدور الدفاعي ما فيش، يعني ما بيرجعش دايما يساند، دي نقطه مهمه جدا. وحسني فتحي معاه، فالجبهه دي ثغره واضحه جدا لنادي الزمالك، حسني فتحي قدامه شيكابالا. اعتقد النهارده لو علي معلول ومؤمن زكريا لعبوا في الجبهه دي، او جونيور اجايه مع علي معلول مثلا بدا يقطع لجوه وعلي معلول بيعمل الاوفرلاب من وراه، اعتقد ان هي هتكون ثغره مهمه جدا جدا النهارده ان كابتن حسام البدري يقدر يستغلها ونجيب من خلالها طبعا اهداف كتير. يمكن المقارنه اللي قدامنا على الشاشه دي شيكابالا وعبد الله، يعني المايسترو هنا والمايسترو هنا طبعا. عبد في الدوري عبد الله السعيد لعب 27 مباراه، شيكابالا لعب 24 مباراه، عبد الله جاب 10 تجوان وصنع 8، شيكابالا جاب 5 اهداف وصنع 7، صنع 7، انا باكد ان هو صنع 7 عشان في بعض المواقع منزله ان هو 9، لا هو 7 اهداف في الدوري بالذات. عدد المراوغات الناجحه بتاعت عبد الله السعيد 44، طبعا شيكابالا اعلى في المراوغات طبعا، لان زي ما قلنا الجماعيه في النادي الاهلي اكتر. هو عبد الله السعيد بصير اكتر بدليل صناعه الفرص، صناعه الفرص لعبد الله السعيد اكتر 31 عكس شيكابالا 28. يمكن طبعا الارقام متقاربه نوعا ما، ولكن عبد الله طبعا بيتفوق فيه ان هو مساهم في 18 هدف، جايب 10 تجوان وصانع 8، رقم مميز جدا لعبد الله اكيد. شايف كمان يعني لو اتكلمنا على نقاط ضعف الزمالك النهارده غير الجبهه بتاعه اللي هي شيكابالا وحسني فتحي، اعتقد برده الجبهه الثانيه محمد ناصف مش مميز برده دفاعيا، دي برده نقطه نقدر ان احنا نستغلها، سواء من ناحيه مثلا لو لعبت باجاي دي نقطه مهمه جدا، يعني ان والمساحات ورا ظهيري الجنب في الزمالك يقدر النادي الاهلي النهارده يستغلها. في نقطه كمان برده من نقاط ضعف الزمالك وهي قلبين الدفاع، انا شايف ان الضغط العالي كابتن حسام البدري اعتقد النهارده لو بدا بعمرو جمال، وده احتمال 90% ان هو يبدا بعمرو جمال، ان هو افهم على طول ان كابتن حسام عارف ان قلبين الدفاع عندهم نقطه التطور، خاصه محمود الونش. يمكن لو عرضنا الخطا بتاع الفيديو بتاع محمود الونش هنبص نلاقي دايما ان الضغط العالي عليه دايما بيسبب مشاكل لنادي الزمالك، شفناها في مباراه اهلي طرابلس، شفناها في ماتش الانتاج الحربي، شفناها في ماتش الجيش الاخير، برده في ماتش اهلي طرابلس تسبب في كارت احمر وطرد ولاعب نادي الزمالك 10 لاعبين. فانا اعتقد ان يعني محمود الونش طول ما انت بتضغط عليه هتلاقيه بيرتكب اخطاء. بس انا عايز اقول لك حاجه برده يا ابو حميد، هو محمود الونش لعيب لسه صغير الخبره، ممكن نقدر نقول صغير الخبره، ولكن لو جينا برده بصينا او دورنا الموضوع في دماغنا، هما الاربعه اللي ورا في نادي الزمالك لعبوا مع بعض كام ماتش؟ مفيش انسجام طبعا. دي نقطة طبعًا بتفرق مهمة جدا. دي نقطة بتفرق جدا. انا مش عايز احقق شايل الونش بس مسؤولية كل هو عنده العيب ده، يعني هو دايما عنده العيب. لكن رغم ان الاربعه كرباعي ما لعبوش مع بعض كتير، لكن جبر والونش لعبوا مع بعض كتير. علي جبر والونش لعبوا 25 مباراه مع بعض، واحنا بنتكلم ان سعد وربيع لعبوا 6 ماتشات، ففي فرق كبير جدا. 25 مباراه عملوا فيهم 15 كلين شيت. لكن في نقطه مهمه جدا يمكن احمد اتكلم عنها في الاول، وهي نقطه في حاله ضغط الزمالك الارتداد بتاع قلبين الدفاع للزمالك بيكون فيه مشكله كبيره جدا، وشفنا المرتده بتاعت كافس يونايتد وشفنا المرتده بتاعت اهلي طرابلس في بطء شويه في الارتداد. يعني الجولين بتوع اهلي طرابلس السواء الاول اللي جت منه ركله جزاء واضطر الونش بسبب. طب انا برضو عايز اسالك سؤال مهم جدا، هل شايف ان الاثنين ديفندرات او الثلاثه اللي بيلعبوا بيهم ارتكاز في وسط الملعب بيحموا الباكين بتوعهم اللي هم الظاهرين؟ دي نقطه مهمه جدا برضو. انا مش عايز اسيب، يعني برضو في لعيب الكوره في بعض من الاوقات ممكن اعمل غلط وده وارد، كل ما فيش حد سيرشي وراموس بيعمل غلطات، لكن في وقت من الاوقات دلوقتي كره القدم هو لعبه جماعيه، لما انا بدافع كتيم، ولما بهاجم كتيم، فهي مش قصه الونش فقط. هو طبعا بيعمل بعض الغلطات وعنده لسه قله خبره، لان اللعيب الدولي بيفرق في الحاجات دي، اصغر واحد في الحاجات الصغيره دي، لكن هو عنده امكانيات بدنيه وعنده حاجات تاهله ان هو ممكن يلعب في ليفل نادي الزمالك. لكن انا هرجع لك تاني نفس السؤال، هل انت شايف ان دور وسط الملعب والجناحين بيحموا باكاتهم في نادي الزمالك؟ بالتاكيد طبعا، بالتاكيد دي مشكله كبيره جدا، والامثله والنماذج اللي انا ذكرتها بتاكد ده. الكوره بتاعت كابس يونايتد كانت خطا فادح من احمد توفيق، نفس الكلام في ماتش اهلي طرابلس، في اخطاء فادحه بتحط المدافع في ازمه، يعني المدافع فجاه زي ما بيقول بالبلدي كده بيتدبس، فطبعا بتعمل لهم مشاكل كبيره جدا. والارتداد طبعا هو حتى لو هو بيرتد بسرعه، لكن ما
مش محمي زي ما قلنا، هو مش محمي من نص الملعب، ودي قيمه حسام عاشور في الاهلي. لو احنا نراجع ارقام الاهلي والتميز الكبير للنادي الاهلي وعدد الكبير من الكلين شيت اللي اتعمل في السيزون ده، لازم 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 ندي حسام عاشور حقه في النقطه دي، ان انت عشان كده هو حسام عاشور، وعشان كده هو طبعًا قيمه حسام عاشور، عشان كده لقب المسمار، وعشان كده بنشوف ان السيزون ده وعلى غير المعتاد كل الجوائز. بنخرج شويه النقطه كمثال عالمي، كل الجوائز في انجلترا راحت لمين؟ راحت لكانتي، لعيب الوسط الدفاعي اللي كان هو حجر الاساس في حل ازمه دفاع تشيلسي. تشيلسي في اول السيزون كان عنده مشكله دفاع كبيره جدا، مشاكل كارثيه، اضطر كونت انه يلعب 3 4 3، وكان الدور الاهم لكانتي اللي هو بيقوم بدور شبهه جدا حسام عاشور في مصر، لكن طبعا في الزمالك في مشكله كبيره جدا في وسط الملعب. طب احنا لسه عندنا كلام كتير قوي في الناحيه الفنيه، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، ان شاء الله النادي الاهلي النهارده حديد في حديد. قليلة وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وتبقى مباريات القمة حافلة بالذكريات والحكايات التي لا تنسى. وعلى رأس هذه الحكايات أقصر مباراة قمة بين الفريقين، والتي استمرت 5 دقائق فقط، والتي أقيمت في 5 أبريل عام 1999، وانسحب فريق الزمالك بعد انطلاقها بدقائق معدودة عقب قرار الحكم الفرنسي مارك باتا بطرد أيمن عبد العزيز لاعب وسط الزمالك عقب التحام بينه وبين إبراهيم حسن نجم الأهلي آنذاك. ورفض الزمالك استكمال اللقاء وانسحب بقرار من مجلس الإدارة برئاسة المستشار جلال إبراهيم، ليرحل بعدها ويتولى الدكتور كمال درويش رئاسة المجلس المؤقت. يعتبر الحكم الفرنسي مارك انها لعبه متعمده. طبعا دي هتغير في الشباب فريق احمر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم، وهذا اللقاء الكلاسيكي الاشهر في الكره المصريه، الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر موسم 2006-2007. وتعد مباراة القمة في نهائي كأس مصر يوم 2 يوليو عام 2007، والتي امتدت إلى 120 دقيقة بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما. وتقدم الزمالك عن طريق عمرو زكي، وتعادل عماد متعب للأهلي، وتقدم الأبيض بهدف لشيكابالا، ثم تعادل محمد أبو تريكة للفريق الأحمر، ثم تقدم الأبيض بهدف جمال حمزة قبل أن ينتفض الأهلي ويسجل ثنائية عن طريق أسامة حسني. القاهرة ويشرف
تشعل السعادة. نكمل كلامنا مشاهدينا عن لقاء القمة، الديربي الأقوى في الشرق الأوسط وفي أفريقيا، واحد من أهم 8 ديربيهات في العالم. هنتكلم دلوقتي عن شريف إكرامي. صراحة شريف إكرامي هذا الموسم من أفضل مواسمه على الإطلاق. شريف من الحراس اللي عندهم شخصية، من الحراس اللي رجالة، من الحراس اللي دايما بيخش مع نفسه تحدي عشان يبقى الأفضل. هو صراحة هذا الموسم بالأرقام وبالأداء من أفضل المواسم. ولو حضراتكم تتذكروا لقاء الأهلي ومصر المقصة، صد ضربة جزاء أكثر من مهمة، ماتش القطن الكاميروني برضو لو تفتكروا دوري أبطال أفريقيا كان في الجونة وكان في صيام، وبرضو كان أحد أهم أسباب فوز النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع كابتن محمد يوسف. شريف إكرامي صراحة لازم ياخد حقه، الراجل دوت في ناس كتير جدا بتتحدث عن الكل، على الرغم من أن في البعض بيتهرب من المعسكرات والبعض بيتهرب من لقاءات القمة، ولكن شريف دايما هتلاقيه، شريف دايما هتلاقيه، شريف دايما مستواه مستقر ما شاء الله. هذا الموسم موسم مهم جدا لواحد من افضل حراس المرمى في مصر، وهو الافضل هذا الموسم. احمد كان عندك تحصيات عن شريف؟ يمكن شريف اكرامي الموسم اللي فات كان الجميع بيقول لك ايه ان هو هيمشي، بندور على حارس تاني، كلام من ده، لكن شريف اكرامي بصراحه يحسب لكابتن حسام وكابتن طارق سليمان بالتاكيد، وشريف نفسه شخصيه شريف اكرامي تحدي. والتحدي ان هو يرجع، ان هو يرجع تاني ويوصل للارقام التاريخيه ديت اللي احنا هنعرضها. يمكن هو لعب في هذا الموسم 29 مباراه ب 2610 دقيقه، عمل كام كلين شيت او شباكه نظيفه في كام مباراه؟ 22 مباراه، ده رقم قياسي ما حصلش في تاريخ الدوري المصري ان حارس يحافظ على شباكه يعني شباكه نظيفه 22 مره، ده رقم مسجل باسم شريف اكرامي هذا الموسم. طبعا تصدي للكرات العرضيه 15 مره، يمكن هو صنع فرصه برضه، يمكن هو اعلى الحراس، هو بيعرف يلعب برجليه كويس قوي، برجله كويس يعني اللونج باص بتاعه مميز بيه قوي، ودي ميزه. تصدى ركلتين جزاء هذا الموسم، نسبة السيفز بتاعه 60، الأعلى سيفز في الدوري أو الأعلى تصدي للتسديدات شريف إكرامي 60 تسديدة، شتت الكورة بعيدا عن مرماه بيسموها بانش أوت 11 مرة، وده يمكن أرقام بتأكد أن شريف إكرامي هو أحسن حارس طبعا في مصر هذا الموسم، وما ينفعش واحد يختار تشكيل الموسم ما يحطش شريف إكرامي بصراحة. ده بالتأكيد وحتى منتخب مصر. طب إحنا معنا زميلنا كريم أحمد من فندق إقامة النادي الأهلي. زميلي كريم، زميلي محمد، وتحية طبعا لكل جمهور النادي الاهلي وكل ضيوفك الكرام. فات النادي الاهلي اللاعبين خلاص دخلوا في الذهاب الى ملعب المباراه، كابتن حسام البدري كان ايه اخر كلامه معاهم قبل ما يتوجهوا؟ يعني ايه اخر اجواء عندك؟ طبعا يمكن زي ما بكلمك اجواء حماسيه واجواء خاصه هنا من برج العرب فندق الاقامه بالنسبه لي للنادي الاهلي. خلاص يمكن ساعات قليله ويدخل النادي الاهلي مباراه القمه 114 او بطل الدوري العام في مواجهه نادي الزمالك. مباراه طبعا زي ما قلنا وبناكد غايه في الاهميه لكل جمهور النادي الاهلي، بطوله خاصه اكيد عند كل الجماهير. يمكن لحظات او دقائق بسيطه وهينزل فريق النادي الاهلي الى المحاضره الفنيه الاخيره. كابتن حسام البدري يمكن فارض سيطره كبيره هنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلنا طبعا، وكابتن احمد ايوب في تركيز كبير جدا. طبعا اكيد الاخيره هيكون فيها بعض الرتوش الاخيره على التشكيل، بيحاول طبعا الكابتن حسام ان هو هيشرك كافه اللاعبين الجاهزين او كل العناصر الاساسيه اللي بيشارك فيها الفتره الماضيه. واتكلمنا على ملامح التشكيل زي ما قلنا، ان لم يتغير جديد قبل انطلاق المباراه زي ما قلنا طبعا، رباعي خط الظهر فتحي وسعد ورامي ربيعه وعلي معلول، والمنتصف عاشور والسوليه ومؤمن وعبد الله السعيد وعمرو جمال وجونيور اجاي، ده يمكن الاقرب حتى هذه اللحظه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. زي ما قلنا كمان اللاعبين بيبقى في اجتماعات ثنائيه، اجتماعات جماعيه بعيدا عن الجهاز الفني للتركيز في هذه المباراه. النادي الاهلي اكيد وجهازه الفني بيسعى لختام الدوري العام، بيكون ختامها مسك زي ما يقال طبعا بيفوز في مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك القمه 114. كل التوفيق يا كابتن محمد طبعا. طب كريم قبل بس ما اختم معاك، هل قعد كابتن حسام البدري مع عمرو جمال منفردا؟ هل قعد مع عبد الله السعيد منفردا او صالح جمعه؟
يمكن هزود كمان عليهم عماد متعب كان في يمكن جلسه معاه، طبعا كابتن حسام البدري فياخد فرصه النهارده كبيره. عماد متعب بيظهر بشكل رائع طبعا، كان عماد الفتره اللي فاتت اول الايام الاخيره كان شعر بدوار في المران، لكن طبعا اطمنا عليه وجاهز كمان، وكان ظاهر بشكل مميز جدا في المران الاخير هنا في الاسكندريه. عمرو جمال يمكن ايضا كمان كان في حديث معاه مع كابتن حسام البدري، صالح جمعه في لعيبه كمان، مؤمن زكريا اتكلم معاه الكابتن حسام البدري، رامي ربيعه كمان كان في بعض التوجيهات الخاصه ليه في مباراه الغد. طبعا مباراه مهمه زي ما بنقول، وان شاء الله اكيد زي ما بقول لك بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، واكيد هنكون مستمرين معاكم هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه لنقل كل الاجواء الكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي. شكر كل الشكر لزميلنا كريم احمد من فندق اقامه النادي الاهلي، صراحه تغطيه خاصه جدا اكتر من 7 ستارز لكل ما يحدث في معسكر النادي الاهلي لكل جماهيره وكل عشاق الجمهور عبر الملايين عبر التلفزيون وشاشات قناه النادي الاهلي، صراحه لحظه بلحظه كريم بيوفينا بكل ما هناك. برجع تاني لضيوفي، احنا كنا بنتكلم على طريقه اداء النادي الاهلي وطريقه اداء شريف اكرامي واحصائياته هذا الموسم. هنبتدي نخش في طريقه اداء ايناسيو، التحفظ الدفاعي اللي هيبقى بيلعبه، والنادي الاهلي هيبقى الى حد كبير جدا هو اللي ماسك الكوره وبيحاول يحرز اهداف. احمد شايف ان ممكن لقاء السوبر اللي فات النادي الاهلي كان اكثر سيطره واستحواذ، ولكن في الاخير انتهى بالتعادل وانتهى بضربات الترجيح لنادي الزمالك. ايضا لقاءات الكاس بيحدث فيها نفس الشيء، ولكن هل في هذا اللقاء كابتن حسام البدري هيبتدي يخش اللقاء بواقعيه اكثر من انا دوافعي ما هياش الاكبر قوي للفوز، ولكن اخد اللقاء سيناريو لحظه بلحظه حسب طيب احنا برضو معلش عندنا زميلنا امير هشام من ملعب المباراه من برج العرب. زميل امير اتفضل. تحياتي ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي متابعي قنوات النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل استاد برج العرب واللي هتقام عليه مباراه القمه ما بين فريقي النادي الاهلي والزمالك في نهايه او في الجوله الاخيره من نهايه بطوله الدوري الممتاز، واللي قدر النادي الاهلي انه يحسبها منذ 4 جولات ماضيه. بكل تاكيد مباراة أكيد هامة جدا بالنسبة للفريقين وبتحديد النادي الأهلي، اللي أكيد مباراة القمة تعتبر من ضمن مباريات البطولات بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن بالتحديد خليني أتكلم عن الأجواء الخاصة في محيط استاد برج العرب واللي هتقام عليه المباراة. خليني أقول لك إن في تسديدات أمنية جدا من قبل طبعا الأمن في اسكندرية هنا، واستعدادا لهذه المباراة حوالي مسافة بعيدة عن الملعب بحوالي 5 كيلو. كان في طبعا كمين أمني لتأمين إجراءات دخول كل ما يحملون الدعوات الخاصة بهذه المباراة. خليني أقول لك طبعا أنه مخصص حوالي 400 دعوة لهذه المباراة، 200 دعوة لجماهير النادي الأهلي و200 أخرى لجماهير النادي الزمالك. خليني أقول لك أن هيكون متواجد على شمال المقصورة الرئيسية جمهور النادي الأهلي، على يمين المقصورة الرئيسية هيكون متواجد جمهور النادي الزمالك. خليني أقول لك أن في أيضا دعوات موجودة لأعضاء اتحاد الكرة ومجلس إدارة الفريقين. الأجواء هنا بشكل عام في الفترة الحالية اللي أنا بكلمك فيها دلوقتي الجو شديد الحرارة جدا، أكيد الساعة 8 طبعا موعد مباراة الأهلي والزمالك هيكون الجو أهدى بكتير، بالتالي إن شاء الله ممكن نشوف مباراة قوية ما بين الفريقين. بالتحديد عايز أتكلم أيضا عن أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب، يمكن أرضية جيدة للغاية زي ما احنا متعودين من استاد برج العرب. إن شاء الله نتمنى إن احنا نشوف مباراة قوية بين الفرقتين، إن شاء الله نتمنى إن النهاردة يكون يوم سعيد لكل جمهور النادي الأهلي من خلال فوز النادي الأهلي على فريق نادي الزمالك مع نهاية بطولة الدوري، وخصوصا النادي الأهلي على مدار البطولة ما تعرضش للخسارة إطلاقا، مش ناقص خلاص إن شاء الله غير مباراة النهاردة أمام فريق الزمالك، إن شاء الله النادي الأهلي يحقق فيها نتيجة إيجابية وبتحديد الفوز إن شاء الله خلال هذه المباراة، زي ما احنا متعودين على مدار 10 سنوات ماضية نادي الزمالك ما قدرش إنه يفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري بالتحديد. نتمنى إن شاء الله يستمر هذا الرقم القياسي بالنسبة لمباريات النادي الأهلي والزمالك من خلال مباراة اليوم، ويقدر إن شاء الله الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري واللاعبين إن هم إن شاء الله يحققوا الفوز على فريق الزمالك عشان يكون مسك ختام لبطولة الدوري هذا الموسم، يستمر النادي الاهلي في حصد الارقام القياسيه. وخليني اقول لك يمكن الرقم ده ما حصلش من منذ موسم 2004 2005 بالتحديد كمدير فني مستر مانويل جوزيه في هذا التوقيت. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. خلينا نتكلم بالتحديد ايضا عن اجراءات دخول. خليني اقول لك ان ما فيش حد بيخش الملعب غير لما يكون معاه الاي دي او معاه الانفيتيشن الخاصه بحضور المباراه، واللي طرحها اكيد النادي الاهلي طبعا، وخصوصا ان هو منظم هذه المباراه. زي ما احنا عارفين مباراه النهارده مباراه خاصه بتنظيم النادي الاهلي
ليها، وهي المباراه بتاعه النادي الاهلي النهارده، زي عكس المباراه الاولى في الدور الاول انتهت بفوز النادي الاهلي نتيجه 2-0، وكان بيكون بتنظيمها فريق نادي الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله، ويقدر يحقق فوز يكون مهم معنويا خصوصا قبل البطولات المختلفه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، مقبلين على البطوله العربيه ايضا، استمرار في بطوله كاس مصر، والاهم اكيد بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله نتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله لعبته وجهازه الفني يكونوا موفقين النهارده، ويقدروا ان شاء الله يحققوا نتيجه الفوز على فريق نادي الزمالك. عوده ليك يا محمد. بنشكر زميلنا أمير، صراحة جاب لنا آخر استعدادات الأمن في ملعب برج العرب بالإسكندرية، لقاء مهم جدا ومحتاج أن يكون الاستعداد الأمن فيه في منتهى القوة. طبعا في النهاية بشكر نجومي الكبار وضيوفي في استاد الأهلي في فترة الأولى، وبعد كده في فترات أخرى، مع طبعا نجم النادي الأهلي كابتن عبد الحميد حسن هيكمل الفترة اللي بعدية. في النهاية أستاذ أحمد كنت منور النهاردة، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات أخرى. أنا سعدت بيك كابتن محمد وسعدت بأحمد، شكرا جزيلا. توقعاتك إيه للماتش؟ توقعاتي فوز مريح للأهلي إن شاء الله. طيب أحمد ثابت كنت منور النهاردة، وإن شاء الله أشوفك في لقاءات أخرى. ده نورك، وإن شاء الله نكسب يعني النهاردة نتيجة كبيرة بإذن الله. طيب تحية موصولة ليكم وحضراتكم، وما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حديد ولسه مكملين فترات كتيرة جدا، تغطية خاصة للقاء القمة 114 على شاشة قناة النادي الأهلي.